مرحبا الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية، نتحدى ونشارك وايضا نتحرك مع شوط اخر وهو الشوط السادس في مجموع الاشواط في هذا الصباح. الشوط يتحرك بما لديه من قوة شعارات تشارك في هذا المسار، وقوة أصايل تشارك أيضا في هذه المسيرة. نرحب بشعار بالطبيعة على المركز الأول مياس، الله الله، محضرين لك شيء يا مياس، بس أنت تفوز وتخلي الباقي علينا. الإهداء موجود، الإهداء موجود يا راعي مياس، بس تحافظ على هذا الموقع لين ما توصل خط النهاية أو النومس لك بالمركز الأول، وابشر بالاهداء الطيب. المركز الثاني الصيرمي سالم بن خادم بن سالم العويسي، والمركز الثالث السليماني مع بن معدن، مع بن معدن الذي يقدم لنا السليماني سالم بن علي بن عبد الله بن معدن الاجتبي. المركز الرابع نشوف اللي في رابع المراكز، نتاخر وناخذ المركز الرابع، هذا الهداف راشد بن مطر بن دحروي العامري، متخصص في الهجوم وفي الأهداف، يقدم لنا الهداف المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس فهنا اللي هو جدلان راشد بن عتيج بالقوم، والمركز السادس أقول مجد خلفان بن شقوي، وهناك أيضا الزرعي يتقدم على ظهر الخروف راشد بن فايل الزرعي. هذه الأسماء يا جماعة اعذرونا، والله أقولكم اعذروني، لأن هناك المشكلة، هناك التحدي، هناك عند العزم والحزم. الله الله الله، معزمين ومتحزمين بصايل وشعارات قوية، ويا سلام يا سلام يا سلام يا بضبيعة، أها يا راعي مياس، أوب ياك من بعدين، ياك راعي السليماني، أو ياك راعي اللي هو صيرمي، وين 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 وين، لا مجهز لكم بضبيعة، ما عنا محال ولا مجال، ولا بيعطيكم المركز الأول. الله الله الله، شوفوا 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 مياس مشاهدينا الكرام يتقدم بالمركز الاول، عصاف الابطال او عصاف الابطال سالم بن راشد بضبيع. المركز الثاني اقول السليماني سالم بن معدن، والمركز الثالث الصيرمي سالم بن خادم العويسي، الرابع درنا يا المركز الرابع، والخامس ما نقدر والله نتاخر لان عندنا كادر واحد، كاميرا واحده بنتفرغ فيها حق هني، حق الاوائل حق الاوائل. الله مياس والسليماني، مياس والسليماني مشاهدينا الكرام يلعبون على الاوتار الاولى، يلعبون على الاوتار الاولى. الناموس وين؟ الناموس وين يا بضبيعه؟ يا بضبيعه بن معدن عندك يتابعك خطوه بخطوه خطوه بخطوه، وعندك ما يحاول من اليسار ومن اليمين. شوف الثالث، شوف الثالث، هذا اللي جاي مسرع، اللي جاي مسرع. رقمه كم عاد؟ الرقم كم المفروض يحطون؟ 17 ادهم، ما ادري اشوف رقمه هذا 18 اللي هو الخروف الزرعي، الزرعي الزرعي مع الخروف، هذا سميه الخروف، هذا 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 سمى اسد، سمى يعني نمر، سمى ظبي، لا تسميه خروف. الخروف وين؟ واكيد انه ينحدر من سلاله الخروف، ولكن هذا الشعار اللي لا يعرف الخروف ولا يعرف الاسد ولا يعرف الذيب ولا يعرف الا المركز الاول. الله وين 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 اليوم؟ وينك 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 اللي تعادينا؟ الله الله الله، وينك اللي تتحدى بالرشيد؟ هذا هو شعاره، هذا وجوده، هذا وجوده هني متواجد بالمركز الاول الثاني البضبيع المياس، والخروف غادم، الخروف غادم راعي بن فايز بن سعيد الزرعي. والمركز الرابع اقول هناك شمعدان سالم بن محمد بضبيعه، وعندنا ايضا شوفني وابل البن ميرين يا مصورنا، شوف الرابع 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 بالشعار الاحمر، بالشعار الاحمر بن ميرين، بن ميرين يهدد يهدد، اعصار اعصار غادم من الجبيب، اعصار غادم من الجبيب. الله اخذوا حذركم، استعدوا يا متابعين استعدوا، ولكن السليماني الى الاول، السليماني الى الاول الى الاول الى الناموس الى النقطة الرابعة مع هذا الشعار، الى النقطة الرابعة مع الشعار، وصل بن ميرين، وصل وصل بن ميرين، ولكن السليماني الان تحرك 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 حركاته البهلوانية. تهانينا يا بن معدن، نهني نهني يا سالم بن علي بن عبد الله بن معدن الثاني البن ميرين، الثالث بن فايل الزرعي، والمركز الرابع فهناك سالم بن محمد بضبيعة، والمركز الخامس مياس، وصلنا لسالم بن راشد بضبيعة.
هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء. ياهو شوط، والتوقيت كم؟ شوف توقيتنا 4:40 ثانية.